السيناريوهات المتوقعة من قبلكم في مسألة ما ممكن أن تفعله إسرائيل في هذه العملية البرية المرتقبة؟ تأخرت هذه العملية ولكن كلام كبير يأتي حول هذه العملية. إذن هذا هو قطاع غزة، الكلام يأتي باتجاه مدينة غزة. ما رأيك فيما سيحدث وكيف من الممكن أن نتوقع بأن الأمور ستدور على مستوى قطاع غزة بأكمله من الجانب الإسرائيلي؟ بداية، ليس لدي مخابرات تدعم رأيي. أنا أنظر إلى هذه الخريطة كمخطط عسكري سابق كيف يمكن أن أقوم بالأمر، ولكن أول ما يمكن أن نراه في رأيي، ورأينا البعض من ذلك أو القليل من ذلك إلى حد الآن، بأن إسرائيل ستحاول فصل مدينة غزة عن باقي القطاع. كما ترى لقد قاموا بذلك فعليا، دفعت بكل المدنيين جنوبا. الرئيس بايدن قال بأن هذا المبلغ من المساعدات الإنسانية يمكن أن يستخدم فقط لهذه المناطق هنا وليس هنا في مدينة غزة. فإذا الخطوة الأولى في رأيي، إذا كنت أنا سأجري حرب مدن في مدينة غزة، سأحاول ضمان أنه ليس هناك أي تدخل سيأتيني جنوبا، ثم سأحاول أن أضخ قواتي وأضعها في وضع وأنظر إلى المدينة كرقعة شطرنج. فإذا سنأتي من هذا الجانب ومن هذا الجانب ومن هذا الجانب كذلك. فإذا ما سيحاولون القيام به هو عزل المدينة تماما كغرفة عمليات لضمان عدم دخول أي أحد وعدم خروج أي أحد منها. فلننظر إلى المدينة عن كثب، لنقترب من هذه المدينة. كلام كبير حول هذه المدينة. طبعا هذه المدينة يعني هنالك من يقول بأنها ستكون معركة صعبة على الجانب الإسرائيلي أكثر مما هي أن تكون معركة صعبة على عناصر الفصائل الفلسطينية في حماس وحركة الجهاد الإسلامي. حدثني الآن عن هذه المعركة. الكثير من المراقبين يقارنون معركة الفلوجة بمعركة مدينة غزة، ولديكم خبرة أنتم في هذه المعركة في الفلوجة، وبالتالي أود أن أسألك كيف ستختلف معركة الفلوجة عن مدينة غزة تحديدا في هذه المنطقة؟ أعتقد بأن الحرب ستكون متشابهة كثيرا، طريقة الحرب، ولكن هناك فارقا كبيرا هنا. هذا هو حجم الفلوجة. بإمكانك أن تضع يعني 9 مدن فلوجة في مدينة غزة، فهذا هو الحجم الكبير لمدينة غزة، وهذا هو التحدي الذي ينبغي أن يواجهه الجيش الإسرائيلي. معركتا فلوجة استغرقتا في المجمل 4 أشهر، وقتل المئات من جانب قوات التحالف وفي الفلوجة أيضا. هذه حرب لا يرغب أحد فيها. نعلم كيف يكون الدم، نعلم كيف الموصل والفلوجة أيضا كيف كانت الحرب. إذا دخلت إسرائيل وحماس رغبت في أن تستمسك بهذه المدينة، فالأمر سيكون أسوأ حرب مدن رأيناها في هذا القرن أو في القرن الماضي. هي بهذا الحجم، وحماس لديها الأنفاق ولديها المباني، كل هذه القدرات التي يمكن أن تجلبها إسرائيل، لديك الدبابات ولديك المدفعية، كل ذلك لن يحدث فارقا داخل المدن. المدن الحرب فيها تختلف من حي إلى حي، من باب إلى باب، من مبنى إلى مبنى، وهذا في صالح الدفاع. عادة هم يعرفون تضاريس وتفاصيل هذه الأرض ومبانيها. المهاجمون لا يستطيعون جلب طائراتهم أو دباباتهم، فإذا ستكون حربا مدمرة وحربا عصيبة. القوات الإسرائيلية يعني استدعت عدد كبير جدا من القوات الاحتياطية الخاصة بها، حتى الدبابات الخاصة بها التي قامت بتجميعها، وضعت أقفاصا عليها كما فعلت القوات الأوكرانية لتفادي طبعا الضربات التي ممكن أن تكون قادمة بالطائرات المسيرة الخاصة بحماس. يعني هل تعتقد عدد 470,000 مع الاستفادة مما جرى في أوكرانيا قد يغير من معادلة هذه المعركة؟ هل تعتقد أم أنك ترى الفصائل الفلسطينية بوجود
القناصة، الانتحاريين، الأنفاق وغيرها، من الممكن أن يؤذوا الجانب الإسرائيلي كثيرا؟ وإلى أي درجة من الممكن أن نعتبر بأن إسرائيل تتضرر في هذه المعركة من عدد 470,000؟ أعتقد بأن هذا الأمر سيبدو كثيرا كمعارك سابقة في لبنان. لن يستخدموا هذه الأسلحة الحديثة مثل الطائرات المسيرة، ولكن ستستخدم الأسلحة المضادة للدبابات والقنابل، وسيستغلون المباني. الإسرائيليون إذا جلبوا هذه الدبابات فهي ستدمر. هذه الحرب ينبغي أن يحاربها الجنود الإسرائيليين، يخرجون من مركباتهم ويتحركون من مبنى إلى آخر، من باب إلى آخر، بأسلحتهم الفردية، بالقنابل اليدوية، يحاربون بعضهم البعض. فهي حرب غير تكنولوجية، هذا النوع من الصراعات بدون تكنولوجيا. وتذكر بأن حماس بنت ما ندعوه مترو غزة، مئات الأميال من الأنفاق، هم يعرفون أماكنها، ولكن إسرائيل تجهل ذلك. فإذا هناك صراع عصيب سيكون أمام إسرائيل لتتجاوزه، وللأسف أي مدني سيبقى. أعتقد بأن هناك احتمالا كبيرا لهذا الضرر، ولن يكون مقبولا للجانبين. ماذا عن الهجوم من المياه؟ يعني الكل يتحدث عن اليابسة بأنهم سيتقدمون من الشمال، من الشرق. ماذا عن البحر المتوسط؟ ما الذي ممكن أن يأتي من البحر المتوسط؟ إسرائيل لديها غواصات، قدرات عالية للغاية، دائما ما نسمع بأن هنالك قدرات باتجاه إيران وغيرها في الخليج العربي على سبيل المثال. من المياه ما الذي تراه؟ ما الذي ممكن أن يأتي من هنا؟ لا أعتقد بأن المياه ستشكل جبهة مهمة للحرب. لا أعتقد بأن حماس لديها أي سفن يمكن أن تضع بعض القوات من هذا الجانب، ولكن لأن القوات البرية لديها عدة اتجاهات لدخول مدينة غزة، فأنا لا أعتقد بأنها ستستخدم المياه استخداما كبيرا من أجل القوات الإسرائيلية. هناك حديث كبير حول مراحل هذه المعركة وإلى أين ستصل هذه المعركة. البعض يعني يتحدث عن أننا أمام الآن مرحلة بأننا أمام معركة بين إسرائيل وبين حركة حماس، ولكن الآن الكلام بدأ يكبر، بدأ الحديث عن حزب الله اللبناني هنا. هل تعتقد بأن المرحلة الثانية مع حماس أو مع حزب الله اللبناني، إن اندلعت هذه الحرب، قد تكون هي المرحلة الأخيرة لاشتعال المنطقة، أم أننا قد نكون أمام مرحلة ثالثة ومرحلة رابعة في ظل أننا نتحدث عن سوريا، عن العراق، عن جماعة الحوثي؟ كيف تقسم هذه المعركة؟ قد يكون هناك سلسلة من المراحل. المعارك يمكن أن تتمدد وتنمو أكثر وأكثر. كما ذكرت لدينا الحرب هنا الآن، يمكن أيضا أن تكون الحرب التالية هنا بقوات من لبنان ومن سوريا، وربما أيضا بعض عناصر القاعدة في قطاع غزة وبعض المقاتلين من النضفة الغربية. ولكن المخاوف الكبرى وخشية الكبرى أن هذا لن يتوقف، وإذا بدأ الأمر على هذه الشاكلة فسترى تمددا لهذه الحرب أكثر وأكثر. نحن نعلم بأن قوات حشد داخل العراق قد قالت بأنها ستحارب، نعلم بأننا في اليمن قالوا أيضا بأنهم سيحاربون، وبالطبع يمكن أيضا أن ربما أن يكون لدينا دخول مباشر لقوات إيرانية في هذه الحرب. فإذا أخشى وأعتقد بأن هذا ذات التقدير لدى الأمريكان، بأننا ينبغي أن نضمن بألا تحدث المرحلة الثانية من هذه الحرب، وأن يبقى الأمر هنا لا يتمدد أكثر من ذلك. حقيقة أننا أحضرنا مجموعتين حاملتين، وهو أكثر مجموعة في الشرق البحر المتوسط منذ السنة 73. أعتقد بأن هذا مؤشر خطير لأي من يرغب في أن يصب الزيت على نيران هذه الحرب. إذن أنت ترى بأن لو اندلعت الحرب مع حزب الله اللبناني وفتحت هذه الجبهة، المنطقة كلها ستشتعل ولن تتوقف عند حزب الله اللبناني، أليس هذا صحيحا؟
That would be my major concern. نعم هذه هي خشيتي الكبرى، وأعتقد بأنه إذا بدأ حزب الله بأعمال برية كبرى في إسرائيل بمركباتهم وبقواتهم الخاصة واخترق داخل إسرائيل، فأنا أعتقد بأن هذه الحرب ستتوسع ما وراء ذلك وستبدو مثل 67. طيب دعنا نذهب الآن إلى الحدود بين لبنان وبين إسرائيل. ها نحن نقترب منها الآن، وطبعا هنالك تصعيد كبير، خوف كبير مما ممكن أن يتصاعد ومما ممكن أن يتطور في هذه المعركة. طبعا حزب الله اللبناني يحشد بشكل كبير، والجانب الإسرائيلي أيضا يحشد، أخلو 28 بلدة من المدنيين. طبعا يعني لو فتحت الحرب، لو اشتعلت الحرب، هنالك قصف بين الطرفين، إلى أي حد من الممكن أن نعتقد بأن حزب الله سيشعل هذه الحرب؟ أي نقطة سنرى وسنجزم الحرب قد فتحت مع حزب الله اللبناني؟ وما الذي ممكن أن يفعله حزب الله اللبناني؟ أعتقد بأن حزب الله سيواصل إطلاق الصواريخ على كافة الأحوال من أجل أن يوضح دعمه لما يحدث في غزة حاليا، يوضحون التعاطف وأيضا يوضحون التحالف مع ما يجري هناك. ولكن إذا بدأنا في أن نرى بعضا من هذه القوات تحاول أن تخترق إلى إسرائيل لتهاجمها شمالا بتشكيلات عسكرية، هنا سينتابنا مزيد من القلق. هؤلاء المقاتلون يحاربون منذ سنوات في سوريا ولديهم الخبرة، خبرة قتالية، يعرفون كيف يقاتلون في تشكيلات كبرى. حاليا إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، إطلاق الصواريخ، هذا يهدد الإسرائيليين. ولكن إذا بدأنا في أن نرى تسللا وعبورا عبر الحدود، فهنا هذا سيعني التزاما صارخا بأنهم جزء من هذه الحرب. كيف ستكون مراحل هجوم حزب الله بتقديرك؟ يعني هل سيبدأون بهجوم بري مباشر؟ هل سيبدأون بقصف؟ وما هي الأهداف الأولية بما أننا لدينا مرتفعات الجولان هنا على سبيل المثال؟ هنالك علينا أن لا ننسى فصائلا أيضا موجودة في هذه المنطقة. يعني كيف ترى السيناريو بشكل عام من وجهة نظر حزب الله؟ مرتفعات الجولان دوما كانت مسارا معتادا للهجوم لإسرائيل، ولكن إسرائيل لطالما دافعت عن ذلك على نحو جيد. فأعتقد بأنه ربما سيكون الحرب هنا شمالا، أنا آسف، جنوبا في إسرائيل. الهدف، أعتقد الأهداف ستكون أولا محاولة استعادة الأراضي مثل مرتفعات الجولان والتي هي تحت سيطرة سوريا، والأمر الثاني محاولة سحب القوات الإسرائيلية بعيدا عن غزة من أجل إضعافها في غزة، ومن أجل أن تحارب إسرائيل هنا في حرب في الشمال وحرب أخرى في الجنوب. فإذا هذا سيرهق القوات الإسرائيلية تماما. لا أعتقد بأنهم سيرغبون في أن يستعيدوا مدنا بعينها في الداخل، لا أرغب في أنهم يرغبون في أن يتعمقوا 50 ميلا في إسرائيل. ربما يرغبون في استعادة مرتفعات الجولان، مزارع شبعة، يرغبون في دفع المنطقة العازلة إلى الأدنى. ولكن لا أعتقد بأن لديهم النية للمهاجمة إلى القدس، وليس لديهم القدرات لذلك. السيطرة على مرتفعات الجولان، هذا سيناريو مثير للغاية أنت تتحدث عنه الآن. لو دخلنا في هذه النقطة، هل فعلا حزب الله يمتلك الإمكانية بتقديرك للقيام بمثل هذا العمل؟ وإن تمكن من السيطرة عليها، ما الذي سيعني على العمق الإسرائيلي؟ أعتقد بأنه إذا كان لحزب الله أن يحاول السيطرة على مرتفعات الجولان، فهذا سيدخل الولايات المتحدة في هذه الحرب بهاتين المجموعتين من الحامل حاملات الطائرات. إلى أي درجة؟ فقط ضد حزب الله، أم سيصعدون حتى في الداخل السوري بما أن هنالك عمق للفصائل المسلحة موجود في سوريا ويدعم وينقل الأسلحة ويتدرب وتبادل للخبراء وغيرها؟ هل تعتقد بأنها ستشتعل أيضا بالاتجاه السوري؟ أعتقد بأنه إذا كان هناك هجوم كبير يخترق الحدود الإسرائيلية مما يهدد إسرائيل، فالقوات الأمريكية هنا ستجلب إلى هذه الحرب كذلك.
هل تعتقد أن حزب الله من الممكن أن يترك وحيدا في هذا؟ هل تعتقد أن إيران ستترك حزب الله يفتح الحرب لوحده وتعتمد على حماس والفصائل الفلسطينية وغيرها في هذه المعركة؟ أم أن إيران مضطرة للدخول لأن هذه أقوى فصائل تمتلكها وكان متوقعا أن تستخدم بشكل مباشر على الداخل الإسرائيلي إذا ما ضربت المفاعلات النووية أن تكون سلاحا بيد إيران لمهاجمة إسرائيل؟ هل تعتقد أن إيران ستدخل أيضا في الحرب إذا جرت الأمور بهذا السيناريو الذي تحدثنا عنه؟ أمل أن لا يكون هذا هو الأمر، وأعتقد بأن هناك رسائل خفية ترسل ما بين الولايات المتحدة وإيران عبر أطراف ثالثة. مفادها لا، الرئيس بايدن يقول لا 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 نريد توسعة رقعة هذه الحرب، لأن إذا حدث هذا الأمر ستخرج الأمور عن السيطرة.